الشهيد بن مسالم ويعيش كتاجر ويبيع بضائع دائما مسالم، وهو كان مريض يبعث كازه لأنه في جلطة له بالرأس. الاحتلال لم يميز ما بين المريض وما بين المعافى وما بين الصغير والكبير، والأطفال يوميا الجرائم ترتكب كأعداد يوميا يزيد هذا العدد، ويوميا يكون له جرائم في كل بقعة من بقاع فلسطين لا يستغني عن القتل، ويعتبرها أنه سياسة ترهيب لنا، وهي لا سياسة ترهيب، وهي إنما سياسة تصميم على الحرية لننالها والاستقلال لننالها. وإن شاء الله ربنا يرحم كافة الشهداء وشهداء فلسطين أجمعين، ويرحم الشهيد.